السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي لمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2023. يلا بينا. أدي أول سؤال معايا، هو بيقول لي الأداة ليبل تسمح للمستخدم باختيار أكتر من بديل. طبعا الليبل هي أداة لا تسمح بالكتابة ولا التعديل، تمام، وبالتالي ده غلط. أما أكثر من بديل دي الشيك بوكس. الباسورد شير من الخصائص المشتركة بين أدوات التحكم، طبعا غلط لأنها الخاصية الخاصة بأداة تحكم تكست بوكس. خريطة التدفق تساعد في توثيق أفضل البرنامج أو البرامج، طبعا صح، عاملة زي الصورة كده، حضرتك بتقول أنا باخد الصورة تذكار، يعني بوثق اللحظة هي دي. لغة الفيجوال بيزك هي إحدى لغات البرمجة الموجهة بالحدث، طبعا صح. يمكن استخدام التفرع في خرائط التدفق، يعني بستخدم اللي هو رمز المعين، طبعا صح. التغيير اسم النموذج في نافذة الكود ليكون ايجيبت، نستخدم الكود فورم 1 دوت تكست بيساوي ايجيبت، طبعا هنا نص لازم تبقى بين علامتين تنصيص، طبعا صح. بس كده معايا حضرتك، هنا هو ديت نافذة الكود اهوت، هنا في البابليك كلاسز فورم 1 عملت اعلان اهوت فورم 1 دوت تكست بيساوي ايجيبت. لما اجي اعمل ران او تشغيل ستارت ديباجنج، هنا طبعا بيجي لي تحت يقول لي الديكلاريشن اكسبت، يعني ايه اعلان مقبول. حضرتك ادي هنا ايه غير اهوت لايجيبت اهيت، تمام. وادي الشاشه اهيت، هنا بيقول لي ديكلاريشن اكسبتد، يعني هو قبل الايه الاعلان، يبقى هنا طبعا صح الاجابه. معالج الحدث او الايفنت هاندلر هو اجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به، طبعا صح. السؤال اللي بعده، هي احدى ادوات التحكم عند النقر عليه يقوم بمهمه معينه، ايه اللي انت لما بتضغط عليه بينفذ حاجه معينه؟ البوتون، يبقى الزرار واحد. هو سطر نهايه الاجراء اللي هو اند سب، تترجم يبقى دي ايه؟ مترجم، لا تترجم الاوامر من لغه الى لغه او من البرمجه الى لغه الاله. هي احد الاساليب المستخدمه في حل المشكلات من خلال مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيبا منطقيا، اللي هي الالجوريزم بالنسبه لمحمد بن موسى الخوارزمي. اربعه. رقم خمسه، هي احد خصائص مش عاد الا الخاصيه شيكد، اللي هي الخاصيه بتاعت الراديو بوتون. المصطلح الذي يشير الى السمات التي تصف الكائن، وصف للكائن، اللي هي الخصائص او بروبرتيز. الخصائص او البروبرتيز، لفتح نافذة الكود من لحظة الارتياح نضغط على F7. اول مراحل حل المشكلة، طبعا تحديد المشكلة. الخاصية التي تحدد اذا كانت العناصر داخل الصندوق مرتبة ام لا، اللي هي السورتد. الخاصية التي تتحكم في اظهار واخفاء صندوق التكبير، التكبير اللي هو الماكسمايز، يبقى ماكسمايز بوكس. السؤال اللي بعده، هنا خريطة التدفق تقوم بطباعة الأعداد الزوجية، تمام، يبقى كل مرة بنزود اتنين عشان ايه الأعداد الزوجية من 2 إلى 6. اختر الإجابة الصحيحة. هنا طبعا زي أكمل كده للخريطة، أن يعبر اتخاذ القرار اللي هو الرمز هنا اللي هو المعين أو ده، هنشتغل فيه ايه؟ ام بستة، طبعا دي كده يبقى احنا ايه قيمة واحدة بس، لأن عاوز أقول له هيطبع كل الأعداد من 2 لـ 6. طب لا يساوي 6، الرمز دي لا يساوي، لا طبعا هي ايه؟ ام أقل من أو يساوي 6. لطباعة قيمة ام انا عاوز اطبع، طبعا الطباعة بتكون من خلال امرين، يا اوتبوت يا اما برنت اللي هي هتتم هنا، يبقى هناخد اللي هو الايه برنت ام. طيب هنا تكون الزيادة في القيمة المتغير ام هي كام؟ هو انت هنا هتزود كام؟ هنا احنا بنقول اعداد زوجية او اعداد فردية، يعني كل مرة بنزود كام؟ 2 4 6 8، كل مرة بنزود ايه 2، يبقى 2 اللي هنا اللي هي هتتحط هنا. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب والاشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود على القناه قائمه تشغيل كامله خاصه بالصف الثالث الاعدادي لمنهج الحاسب الالي، الفصل الدراسي الاول والترم الفصل الدراسي الثاني بالكامل، وموجود مجموعه من امتحانات المحافظات وكل حاجه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.